مسلسل باك تو 15 تبدأ قصة المسلسل سنة 2006 ويا بنية اسمها أنيتا ونشوفها وهي تحاول تسوي حساب على مدونة للصور وبعد مجهود كبير قدرت أنيتا أنه تفتح حساب جديد وبهذا الوقت هي تنادي عليها أختها اللي يكون اسمها لويزا وقالت لها هذا أول يوم إليك بالمدرسة الثانوية ولازم ما تتأخرين فأنيتا تتضايق لأن يعتبروها طفلة وما عندها الخصوصية بحياتها وهي كانت تحلم باليوم اللي تكبر بيه وتعيش مستقلة لوحدها أو بعد 15 سنة أنيتا صار عمرها 30 سنة وكانت عايشة حياتها لوحدها مثل ما كانت تحلم فتصحى من نومها مفزوعة على اتصال من أمها على مود تذكرها بموعد عرس أختها لويزا وتأكد عليها أنه توصل بالموعد المحدد وأنه ما تتأخر مثل ما هي تسوي كالعادة فأنيتا بدأت تتحجج أنه الشبكة راحت وهي غلقت التليفون بسرعة أو بعدها هي توصل للحفلة وتبقى طول الوقت مضايقة من كل شيء بالحفلة أو كانت خايفة من أقاربها لا يعايروها لأن هي بهذا عمر وبعدها ما متزوجة أو بالصدفة تقابل عماتها أو مثل ما كانت متوقعة عماتها بقوا ينتقدون كل تصرفاتها ويضايقوها بالكلام أو أنيتا تتجاهل كلامهم وتروح على مدة تبارك لأختها أو لويزا تنزعج منها لأن أختها جاية للحفلة فستان التخرج وأن هي ما حاولت حتى تبذل مجهود وتشتري فستان جديد للحفلة وبهذا الوقت أنيتا تستوعب أنه صار لها 10 سنوات هي ما اشترت إلها ملابس جديدة أو بالصدفة أنيتا شافت أصدقائها المتنمرين من أيام المدرسة وهي حاولت تتجاهلهم حتى ما يتنمرون عليها لكن يوقفها واحد منهم وكالعادة بدأ يتنمر عليها وعلى طريقة حياتها وبهذا الوقت يقاطعهم صديق أنيتا اللي يكون اسمه هنريك وهو يجي حتى ينقذها من المتنمرين ولأن هو كان وياهم بالمدرسة يعرف تصرفاتهم ويا أنيتا وأنيتا تفرح لما تشوفه وهي راحت حتى تسلم عليه وتسأله عن أخباره فهو قال لها أنا تركت العزف وحاليا جاي أشتغل بالبورصة ولما سألها عن أخبارها هي ما لقت شغلة جديدة بحياتها حتى تحشيها إله فهي حاولت تهرب من السؤال وقالت له أني رايحة للحمام وهناك هي تقابل صديقتها كارول وتعرف منها أنه هي تركت لعبة كرة اليد بسبب زوجها إدواردو فأنيتا تتضايق على صديقتها وبعدها هي تطلع من الحمام وبالصدفة شافت إدواردو وهو دا يحاول يتقرب من بنية ثانية فتعاركت وياه وهددته وقالت له أنا راح أفضحك قدام كارول لكن إدواردو مهتم لكلامها وحاول يتقرب منها وبهذا الوقت تدخل عليهم كارول وهي تنصدم لما شافتهم سوا فأنيتا حاولت تدافع عن نفسها وتحكي كل شيء صار بالتفصيل لكن إدواردو كذب كلامها وقال بصوت عالي وقدام كل الناس انه هي كانت تحاول تتقرب مني حتى تلفت انتباه الناس إلها مثل ما كانت تسوي قبل وأنيتا كانت تحاول انه تدافع عن نفسها قدام اختها لويزا لكن لويزا ما صدقت كلامها وقالت لها انه انت أنانية ما تفكرين غير بنفسك وهنا هي تنهار لما شافت كل الموجودين يتفرجون عليها فعافتهم بسرعة وراحت وبعدها رجعت لغرفتها ولزمت صورة إلها وهي بالمراهقة وهي اعتذرت لنفسها على كل شيء صار وياها واتمنت لو تقدر ترجع للأيام هاي مرة ثانية وبهاي اللحظة هي تذكرت مدونة الصور مالتها فقررت تبحث عنها وبعد محاولات عديدة قدرت انه تتذكر اسم الحساب الشخصي وهي فرحت لما شافت بعده موجود أول ما شافت صورها غمضت عيونها واتمنت انه ترجع العمر 15 سنة وبعدها فتحت عيونها وتفاجأت انه هي رجعت 15 سنة فعلا فتنصدم من اللي شافته وبهاي الأثناء تدخل عليها أختها لويزا وقالت لها لازم نروح للمدرسة بسرعة وبوسط كل شيء الشغلة الوحيدة اللي أنيتا فرحت بيها هي أن والدها بعد عايش وأنه هي تقدر تشوفه فراحت بسرعة عالية لكن هو ركب سيارته وراح فأمها طمنتها وقالت لها أنه هو مسافر كم يوم يرجع وبعدها راحت أنيتا وأختها للمدرسة وأول ما توصل للمدرسة يستقبلوها أصدقائها اللي هم هنريك وكارول وقالوا لها لازم نبعد عن الطلاب حتى ما نتعرض للتنمر وهم راحوا للمكتبة وهناك تعرفوا على وحدة اسمها كاميليا وبعد دقائق أنيتا قررت انهم يطلعون من المكتبة حتى يروحون للدرس مالتهم لكن يتفاجئون بمجموعة شباب اللي كانوا واقفين مخصوص حتى يتنمرون عليهم او لان طريقة تفكير أنيتا مختلفة عن باقي المراهقين وخصوصا انه هي حاليا بجسم 15 سنة وبعقل وحدة عمرها 30 سنة فهي قررت انه تغير ماضيها وتواجه ذول الشباب وقالت لهم بصوت عالي انا صرت واثقة من نفسي ورأيكم مو مهم بالنسبة لي او حتى تحرجهم قدام الطلاب بقت تستهزئ بيهم وبقت تشبه كل واحد من عندهم بشغلة الضحك فالطلاب هنا يتفاجئون بجرائتها ويصفقوا لها وهي كملت كلامها وقالت انه انا من اكبر راح اعيش بشقة كبيرة بمدينة جميلة وبعيدة عن هذا المكان وبالرغم من انه ماكو دليل على كلامها الا انه هم صدقوها وكبرت بعينهم وبهاي اللحظة شافوا الشباب المتنمرين ثقة أنيتا بنفسها فقرروا انه يتركوها بحالها وبعدها هي تروح ويا صديقتها الجديدة للصيدلية على متثقب إذانها أو لأن هي متأكدة هذا مجرد
مجرد حلم، قررت وقتها انه تثقب اكثر من مرة كنوع من التسلية. وبهاي الاثناء اخذت صورة هي وصديقتها كاميليا وخلتها على مدونة الصور مالتها. وبهاي اللحظة هي ترجع لعمر 30 سنة وبنفس الفستان اللي كانت لابسته بحفلة اخوتها لويزا، وهي بقت تفكر انه كل اللي عاشته كان مجرد حلم، لكن هي تتفاجأ لما شافت ثقب اذانها وتأكدت انه كل شيء كان حقيقي. وبهاي الاثناء تدخل عليها كاميليا وتعزمها على العشاء، وهناك هي تقرر انه تحكي صديقاتها كل شيء صار وياها، لكن كاميليا ما استغربت وقالت لها انه هذا فعلا صار بالماضي. وبعدها انيتا رجعت لبيتها واكتشفت انه كاميليا عايشه وياها بنفس البيت، وانه هي قبل الحلم كانت عايشه وحدها. فانيتا تستنتج انه كل شيء تغير بماضيها راح فعلا يتغير بالحاضر. ولما يوصلون للبيت بالصدفه تقابل شاب اسمه جويل، وجويل هو صديق لهم ايام المدرسه، وقال لهم اني ساكن بنفس البنايه. فانيتا تتضايق بعكس كاميليا اللي كانت سعيده ورحبت بي. وبعدها تتفاجئ لما شافت بيتها متغير وصاير احلى بهوايه عن قبل، وهي كانت فرحانه وهي تتفرج عليه. فقررت انه تتاكد اذا هذا كان حلم او واقع، فتروح على الكمبيوتر او تفتح مدونه الصور مالتها او بدات تسوي نفس الخطوات. ولما فتحت عيونها لقت نفسها انه هي رجعت لعمر 16 سنه، ومن الصدمه بقت تصرخ. وبهذا الوقت تسمع صوت امها اللي كانت مفكره انه انيتا جاي تصيح بهاي الطريقه لان هي خايفه من التنمر. فامها حضنتها وطمنتها انه اليوم راح يعدي بشكل طبيعي. وبعدها انيتا تبدا تختار ملابس للمدرسه، او كان ما عاجبها ذوقها القديم بالملابس، وخصوصا بعد ما شافت الموضه بالمستقبل. او بعد محاولات عديده انيتا تختار ملابس مناسبه وقررت انه تروح بيهم. او بالطريق تعرف انه اختها لويزا مرتبطه بواحد اسمه دوغلاس واللي راح يكون زوجها بالمستقبل. فانيتا سالتها باستهزاء شلون راح تبقين وياه كل هاي السنوات. او لويزا طنشت كلامها وعدت الموضوع، او انيتا تروح للصف مالتها تقعد يم صديقتها كارول. او لين هي خايفه على مستقبل صديقتها انيتا قررت انه تحذرها من ادواردو، او قالت لها ادواردو مو مناسب اليك وهو راح يخونك بالمستقبل. فكارول تستغرب وسالتها انت شلون عرفت ايش راح يصير بالمستقبل؟ وبهاي اللحظه تجي لانيتا فكره، وهي تستغل كل اللي عرفته عن المستقبل حتى تغير حياه صديقتها للاحسن. او اول شغله تسويها هي تفرق بين كارول وحبيبها ادوارد على مود ما يتزوجون بالمستقبل وتدمر حياتها. وبعدها انيتا راحت على اخو كاميليا اللي يكون اسمه فابريسيو، ولين هو اقرب صديق لادواردو طلبت منه انه يساعدها وقالت له اريد كارول وادواردو ينفصلون باي طريقه حتى لو هاي الطريقه تزعل كارول مني. وعلى الرغم انه فابريسيو واحد من شله المتنمرين ويكره انيتا، لكن هو يوافق انه يساعدها، او قال لها انا راح افكر بخطه نقدر بيها نفرقهم عن بعض. فيروح فابريسيو ويقابل ادواردو، او قال له جاوبني بصراحه انت شنو تريد من كارول؟ فادواردو قال له انه كارول بنيه جميله وتحبني، وهذا الشيء اللي خلاني اكمل وياها لحد الان على الرغم انه اني ما عندي مشاعر اتجاهها. او كان ادواردو عازم كارول على حفله، فهنا فابريسيو يقرر انه يستغل الفرصه ويتفق ويا بنيه اسمها اندا، او قال لها انه ادواردو معجب بيك وطلب مني انه اقول لك تحضرين للحفله. فاندا تفرح جدا وتوافق انه تروح للحفله. او بعدها فابريسيو يروح على انيتا ويشرح لها الخطه ويطمنها ويقول لها انه خطتنا اكيد راح تنجح او راح نقدر نفضح ادواردو. وبهذا الوقت كارول كانت متحمسه للحفله لان راح تقابل حبيبها ادواردو، وانيتا كانت تحاول انه تمنعها بسبب خوفها عليها، لكن كارول ما اهتمت لكلام انيتا وهي عافتها وراحت. وبعدها راحت كارول على حبيبها حتى يروحون للحفله سوا، لكن تتفاجئ لما شافت تواقف ويا صديقتها اندا او كان يحاول انه يتقرب منها. فكارول تنهار وتعوفهم وتمشي، وباثناء ما تعبر الشارع تضربها سياره وتفقد الوعي، وانيتا تروح للمستشفى حتى تزورها. وهناك تعرف انه كارول ايدها انكسرت وانه هي ما راح تقدر تشارك بمباراه كره اليد. او بالليل انيتا كانت حاسه بالذنب على صديقتها، فقررت ترجع بالزمن حتى تغير اللي سوته وتصلح حياه صديقتها. فتقعد قدام الكمبيوتر وتفتح مدونه الصور مالتها، لكن هاي المره تفشل وتبقى بمكانها بنفس الزمن. وانيتا تستغرب وتقعد تفكر عن سبب فشلها. وبثاني يوم راحت انيتا لمدرستها، وهناك قابلت فابريسيو وهو هددها انه هو راح يفضحها قدام الناس اذا ما تنفذ طلبه. وكان طلبه انه هو يطلع ويا لويزا موعد وقال لها عن علاقته بلويزا وانه هم كانوا مرتبطين، بس هي عافتها وحبت دوغلاس. فانيتا اضطرت انه توافق وتوعده انه هي راح تحكي ويا اختها بموضوعه. وبعدها راحت انيتا حتى تحكي ويا اختها وتحاول انه تستغل الفرصه وتقنعها حتى تطلع موعد ويا فابريسيو، او تبدا انيتا تحكي عنها بطريقه حلوه، او كانت تحاول انه تغري اختها. لكن لويزا قالت لها انا كنت مرتبطه بفابريسيو قبل، لكن حسيتها مو مناسب الي وانفصلت عنه، وهي ترفض انه تقول السبب الحقيقي للانفصال. وبعدها لويزا راحت
حتى تلعب لعبة الصراحة ويا أصدقائها، فأنيتا قررت أنه تلعب وياهم حتى تستغل اللعبة أو تحكم على لويزا أنه تطلع ويا فابرياسيو، وبهاي الأثناء تدخل عليهم أندا اللي هي كانت ويا إدواردو يوم حادث كارول، وقالت قدام كل القاعدين أنه أنيتا هي اللي خططت كل شيء صار ويا كارول، أو لأن أنيتا ما تقدر تصارحهم بالحقيقة اضطرت أنه تترك المكان بدون ما تدافع عن نفسها. وبثاني يوم راح هنرك للمستشفى على مود يزور كارول وأيضا على مود يطمن عليها، أو كانت كارول منهارة بسبب اللي سوته بها أنيتا، وهنرك كان يحاول أنه يصلح العلاقة بيناتهم أو قال لها أنه أنيتا كانت نيتها زينة وأنه هي حاولت تلفت نظرك لحقيقة إدواردو مو أكثر. أو بالليل أنيتا تنتظر أبوها فارغ الصبر، وأول ما يوصل تروح عليه بسرعة وتحضنه، وقالت له أنا افتقدتك هواية وأنا ما أقدر أعيش بدونك. فأبوها يستغرب من تصرفاتها، أو بعدها الأب يدخل للبيت ويسلم على باقي أسرته، ولويزا تستغل الفرصة وتطلب منه أن يصلح أضوية الحديقة لأنه قررت تسوي حفلة عيد ميلاد بيها. وبهذا الوقت كانت أنيتا حاسة بالإحباط بعد ما فقدت أعز صديقة إلها، فقررت تحكي كل شيء سويته لأبوها، أو قالت له أني كل شيء سويته هو على مود أحميها مو أكثر. فأبوها ينصحها أنه تركز بحياتها ومستقبلها، أو قال لها ما حد يقدر يغير حياة أحد، أو لازم أنت تعوفين الناس يتعلمون من أخطائهم. فأنيتا اقتنعت بكلام أبوها، وبثاني يوم راحت أنيتا لمدرستها، وهناك لاحظت أنه كل أصدقائها يتجاهلوها أو ما حد يحكي وياها ولا أحد يجي ويقعد يمها. فأنيتا تفهم هذا بسبب مشكلتها ويا كارول، وبهذا الوقت شافها هنريك وهي كانت قاعدة وحدها، فيتعاطف وياها ويجي يقعد يمها. ورغم المشكلة اللي هي بيها كان هنريك يحاول أنه يخليها تنسى أو يبدأ يحكي وياها عن أحلامها بالمستقبل. وبعد حديث طويل أنيتا تطلب منه أن يطلعون سوا، فهنريك يعتذر منها وقال لها أنا لازم أزور كارول. وبعد تردد قررت أنيتا أنه تواجه مشاكلها وتروح تزور كارول على أمل أنه تسامحها، بس كارول بمجرد ما شافتها تعصب وتطردها أو قالت لها ما أريد أحكي وياك مرة ثانية أو ما أريد أسمع من عندك مبررات، وأنا لحد الآن أحب إدواردو حتى بعد خيانته إلي. وبهاي اللحظة أنيتا تتأثر وقالت لها أنا آسفة لأن كنت أشوف رأيي هو الصح، أو قررت أنه أكشف خياناتها بدون ما أفكر بمشاعرك. وهنا يتفاجئون بهنريك وهو كان يعزف على الجيتار، وأنيتا تلاحظ أنه كارول معجبة بيه، والأول مرة أنيتا تحاول أنه ما تكون أنانية، أو قررت أنه تنسى حبها لهنريك وتساعدهم حتى يتقربون من بعض، أو كانت تحاول أنه تشجع هنريك على موهبته وتصوره بالكاميرا مالتها وهو يعزف. أو بعدها أنيتا تقترح أنهم يتجمعون ببيت كاميليا ويقضون اليوم كله يمها، لكن هناك أنيتا تعتذر من كارول مرة ثانية، فكارول تتأثر وتسامحها. وبهذا الوقت لويزا كانت قاعدة بالبيت تترتب الحفلة عيد ميلادها، أو كانت متوترة من التجهيزات خصوصا أنه هي طلبت من أمها أنه تعتمد عليها وتعوفها تحضر كل شيء بنفسها، فطلبت من دوغلاس أنه يساعدها لكن هو يتجاهلها ويكمل لعب. أو بالليل أنيتا ترجع للبيت وبسبب إحساسها بالتقصير تعرض على أختها المساعدة ونصحتها أنه تحاول حتى تكون هادئة، وقالت لها أنت بعدك صغيرة وماكو داعي لهذا التوتر، وتنصحها أنه تركز على اختياراتها. وبعدها أنيتا راحت حتى تحكي ويا صديقتها كاميليا، وهي شوفتها الصور اللي صورتهم الهنريك بالكاميرا مالتها، وكاميليا تنعجب بتصويرها جدا أو قالت لها أنت راح تكونين مصورة محترفة بالمستقبل. وبهاي اللحظة تجيها رسالة من جويل ويقول بيها أنه كلامها صحيح وأنه فابريسيو وإدواردو ما راح يتغيرون، وطلب منها أنه يكونون أصدقاء، فأنيتا توافق وبقوا يحكون سوا طول الليل. وبهذا الوقت تقرر لويزا أنه تسمع نصيحة أختها وأنه تنطي فرصة لفابريسيو، وتوافق أنه تطلع ويا بموعد، وفابريسيو لما يعرف يفرح، فسألها عن حفلة عيد ميلادها وقال لها أكيد دوغلاس دا يساعدك ماديا لأن هو من عائلة غنية أو أي شغلة يتمناها يقدر يجيبها، بس لويزا تقاطع كلامه وقالت له أنه دوغلاس شاب ما يتحمل المسؤولية أو أنا خايفة لعلاقتنا تتطور أكثر. ففابريسيو يفرح بكلامها لكن هو ما يبين حتى هي ما تتضايق، وبعد كلام طويل قدر أنه يقنع لويزا حتى يرجعون البعض مرة ثانية. وهنا تكون أنيتا سهرانة وهي تحكي ويا جويل، وجويل سألها باستهزاء أنت سافرتي عبر الزمن لأن عرفتي شغلات بعدها ما صايرة. فأنيتا تتوتر وكانت تحاول أنه تغير الموضوع، بس جويل ما ينطيها فرصة ويكمل كلامه ويقول أنه أنا قرأت عن السفر للمستقبل وعرفت أنه أكو هواية طرق سهلة أو يقدر أي واحد يستخدمها. فأنيتا تتوتر أكثر وتشلعب لك الكمبيوتر من الكهرباء. وبثاني يوم راحت أنيتا للمدرسة، وطول الطريق تقنع نفسها أنه جويل ما عرف شيء عنها وأنه كل كلامه بسبب الكتب اللي دا يقراهم مو أكثر. وبهاي اللحظة جويل يدزلها رسالة ويطلب منها أنه يتقابلون ضروري، فهنا هي تخاف وتعتذر منه أو قالت له أنه أنا مو فاضية حاليا وإحنا رح نتقابل بحفلة عيد ميلاد لويزا بالليل. وبعدها أنيتا راحت على بيت كامل
إيطاليا حتى يختارون ملابس للحفلة ويقضون وقت جميل سوا، وتبقى أنيتا تأخذ لها صور تقريبا بكل الملابس اللي عندها. أو بعدها شافت أنيتا الصور والأول مرة تحس إنه هي فعلا موهوبة، وتقرر إنه تصير مصورة فوتوغرافية بالمستقبل. وبهذا الوقت كانت كارول قاعدة وتسمع هنريك، وهو كان دا يعزف. ولما خلص عزف قالت له أنت لازم تعزف بالحفلة، وأنا متأكدة أنت راح تبهر الموجودين بأدائك. وبالليل يجي وقت الحفلة، وأنيتا تشوف كارول وهنريك وهم داخلين للحفلة سوا. وعلى الرغم إنه هي اللي خلتهم يرتبطون سوا، إلا إنه هي بدأت تحس بالغيرة. وبعدها تجي فقرة الرقص، وأنيتا تلاحظ إنه جويل وصل للحفلة ودا يدور عليها، فتحاول إنه تهرب منه بأي طريقة. وبهذا الوقت دوغلاس يقدم لكارول هدية ألماس، وتبين إنه هي هدية غالية جدا، لكن ما بين على كارول إنه هي فرحانة به، وهذا لأن هي قررت تنفصل عنه. وفابريسيو كان شايف كل شيء من بعيد ويتضايق لأن ما يقدرون يكونون سوا. وأنيتا حست بشعوره فراحت حتى تحكي وياه، وكانت تحاول إنه تخفف عنه. وبعدها طلبت منه إنه يرقصون سوا، فهنريك يتضايق لما شافهم ويا بعض، ويبين عليه إنه هو لحد الآن يحبها، ولهذا السبب حسب الغيرة. أما أنيتا فخلص وقتها بالحفلة ما بين الرقص والتصوير اللي صار، وقدرت إنه تظهر موهبتها المفضلة. وبعد وقت طويل عرفت من أمها إنه أبوها عنده شغل وراح يتأخر على الحفلة، فهي تنزعج وتروح تقعد وحدها. وبهذا الوقت أنيتا تسمع أغنيتها المفضلة، فقررت إنه تتجاهل زعلها وتقوم ترقص عليها. وفجأة شافها جويل وأصر إنهم يحكون ويا بعض، فأنيتا حست إنه هو معجب بيها، فقالت له أنا ما أقدر أرتبط بيك ولا عندي مشاعر اتجاهك أساساً. وبهاي اللحظة جويل حس بالإحراج وعافها وراح. وبعدها فابريسيو يستغل فرصة إنه لويزا وحدها، وراح عليها حتى ينطيها الهدية مالتها. وكانت لويزا خايفة لا أحد يشوفهم مع بعض، وأثناء كلامهم يسمعون صوت عالي من الحفلة، وكان أدواردو دا يضرب كاميليا، ففابريسيو راح حتى يدافع عن أخته، وهو ضرب أدواردو بوحشية. وبدأوا الناس يضوجون من تصرفات أدواردو، وبدأوا يطردون من الحفلة. وبعد دقائق بسيطة وعلى الرغم من الحادثة اللي صارت، ترجع الحفلة لأجواها الطبيعية، فيجي وقت أغنية عيد الميلاد، ويجمعون كل الموجودين حوالين لويزا، وهي تطفي الشموع، وكان دوغلاس واقف يمها ويغني وياهم. وفجأة يدخل عليهم فابريسيو اللي يكون سكران، وهو قال قدام الموجودين إنه أنا ولويزا كنا سهرانين سوى البارحة، وهي ترجع لي بس خايفة على مشاعر دوغلاس. وينصدم كل الموجودين وخصوصا دوغلاس اللي ترك الحفلة وراح. ولويزا تنهار وتروح على بيتها بسرعة، فراحت وراها أمها وسألتها هل كلام فابريسيو صحيح. فلويزا تعصب وقالت لها بكل وقاحة أنا ما أريد أصير مثلك وأعيش ببيت صغير وأربي بنات الآخر عمري، ولهذا السبب أنا ارتبطت بدوغلاس، وأنا بصراحة ما أحبه بس لأن هو غني. وبهاي الأثناء يوصل أبوها للبيت، فلويزا تعوفهم وتروح على غرفتها. أو كان أبوها يحاول يفهم اللي صار، لكن تعصب والدتهم عليه وقالت له أنت مشغول طول الوقت، أو حتى حفلة عيد ميلاد بنتك ما قدرت تحضرها. فتعوفهم أنيتا وتروح حتى تواسي أختها، لكن لويزا ترفض أنه تفتح لها الباب. أو تبقى أنيتا تحكي وياها من وراء الباب وقالت لها أنه حياتك بالمستقبل راح تكون مثالية. أو لويزا بدأت تتجاهل كلامها، أو بدأت تلم ملابسها بالحقيبة وتهرب من البيت. أو بعد ما تخلص الحفلة أنيتا تروح لغرفتها، فأبوها يدخل حتى يقعد وياها، أو قال لها أنه لويزا وأمها حافظات نفسهن ورافضات أنه يطلعن. وعلى الرغم من أنه أنيتا متضايقة منه، بس ما قدرت تقاوم حبها إله، وهي سامحته، فأبوها يفرح ويبوسها. أو بعدها يعوفها حتى ترتب غرفتها، أو بالصدفة شافت شاكيت أبوها، أو لقت بجيب الشاكيت ورقة واللي تكون عبارة عن تقرير طبي يقول أنه أبوها مصاب بالسرطان. أو تعرف أنه هذا سبب موت أبوها، لأن المفروض راح يموت بعد التاريخ هذا الفترة. فأنيتا تتأثر لأن أبوها ضم مرض عنها. وبهذا الوقت يرجع أبوها حتى يأخذ الشاكيت. وبثاني يوم أنيتا تصحى وتقرر أن تقعد تأكل ويا أبوها حتى تقضي أطول وقت وياه. أو قررت أنيتا أنه تأخذ بنصيحة أبوها، وأنه ما تحاول تغير حياة غيرها وتركز بحياتها فقط. وهنا تنشر صورة إلها ويا أصدقائها وتودعهم بيها، وهي غمضت عيونها وسافرت للمستقبل. وهاي المرة لقت نفسها ببيت كبير مثل بيت أحلامها. ولما تشوف الكاميرات تفهم أنه هي حققت حلمها، وأنه هي صارت مصورة مشهورة وانتشرت صورها بأشهر المجلات. أو فجأة سمعت أحد وياها بالبيت، فتكتشف أنه كارول ودوغلاس تزوجوا وأنهم جايين يقضون يومين وياها. فكارول تشكرها وقالت لها أنا أجيت هنا مخصوص حتى أجهز للأولمبياد. وأنيتا تفرح لأن صديقتها حققت حلمها وأنه هي سعيدة بزواجها. فأنيتا بنفس الوقت تستغل الفرصة وتسألها عن هنريك، وقالت لها أنه هنريك صار عازف مشهور وهو حاليا عايش بباريس. وبهذا الوقت توصلها رسالة من كاميليا مكتوب بيها أنه هي منتظرتها على الموعد. فأنيتا تكتشف أنه صار عندها سيارة فخمة أحلى بهواية من سيارة أحلامها. وبعدها
تقابل كاميليا اللي صارت كاتبة مشهورة وحققت حلمها. فأنيتا تبارك صديقتها وتسلم على فابريسيو اللي بين عليه سعيد بحياته. أو بعد أنيتا راحت على بيت أهلها وهناك تقابل أمها، وأول ما تشوفها تحضنها وتكتشف أنه لويزا تركت البيت من يوم حفلة عيد ميلادها، وأنه هي عايشة ببيت لوحدها. ومن خلال كلام أمها تعرف أنهم زعلانين. فأنيتا كانت تحاول أنه تطمن أمها وتقول لها أكيد هاي المشاكل راح تنحل. وبهاي الأثناء يجي اتصال من المساعدة مالتها وطلبت منها أنه تجي ضروري. فأنيتا ترجع للبيت بسرعة وتعرف من المساعدة مالتها أنه هي عندها سفرة لباريس بعد ساعة، وهي فرحت لأنه راح تقابل هنريك. وبعدها دزت لها رسالة تبلغه أنه هي جاية لباريس. ولما توصل لباريس تنبهر بالمناظر اللي حواليها وكانت فرحانة لأن هي أخيرا حققت حلمها وسافرت لأكثر دولة تحبها. وهنريك يستغرب من فرحتها لأن مو أول مرة تجي هنا، واتفقوا هم الاثنين أنه يتقابلون ثاني يوم حتى يأكلون سوا. وبعدها أنيتا تقرر أنه تستمتع وحدها وتلف شوارع باريس وهي سعيدة. وأنيتا تشوف ابنيها وهي واقفة ويا أبوها وتحضنه، وبهاي اللحظة تتذكر والدها والأول مرة حست أنه هي متقبلة وفاته على الرغم من حزنها عليه. وبثانية متروح أنيتا حتى تقابل هنريك بالمطعم ويبين عليه أنه هو سعيد بحياته هنا. وبعدها يقوم هنريك حتى يعزف قدامها، أو كانت أنيتا سعيدة بوجودها وياه، فيأخذها حتى يشوفها المعالم الأثرية بباريس. وبهذا الوقت جويل يقابل كاميليا وقال لها أنه هو اتفق ويا أنيتا أنهم يتقابلون بالليل، وقال لها قررت أستغل الفرصة وأصارحها بحبي إلها. وبالليل أنيتا تروح حتى تتفرج على هنريك وهو يعزف، وهي تجاهلت موعدها ويا جويل. وهنا كان جويل قاعد ينتظرها ويتفاجأ لما شاف صورتها ويا هنريك، فيتعصب لأن هي سافرت لباريس وتجاهلت موعدها وياه. وبعد الحفلة هنريك يأخذ أنيتا على سطح بيت عالي حتى يتفرجون على برج إيفل، والأول مرة يعترف هنريك بمشاعره تجاه أنيتا وقال لها أنا كنت أحبك فترة المراهقة. فأنيتا تضحك وقالت له أنا كنت أعرف، ويكمل كلامه ويقول لها لهذا الوقت أنا بعدني أحبك. وأنيتا تفرح ويتقربون من بعض. وبثاني يوم تصحى أنيتا على اتصال من أختها لويزا اللي يكون شكلها تعبان، وهي ذبت اللوم عليها لأن هي مشت بنصائحها وعافت دوغلاس، وهي حاليا عايشة حياتها تعيسة بدون دوغلاس. وبهاي اللحظة أنيتا تحس بالذنب لأن هي صلحت حياتها على حساب حياة أختها لويزا، فقررت ترجع بالزمن وتصلح حياة أختها، وخصوصا لما عرفت أن أختها وأمها ما يتحاكون سوى من يوم حفلة عيد الميلاد. فتروح على اللابتوب مالها وتفتح مدونة الصور، أو كانت تحاول أن ترجع بالزمن لكن المدونة ما اشتغلت. وبنفس الوقت قدر جويل أن يوصل كلمة السر مالت حسابها على المدونة، وحتى يعاقبها قرر أنه يمسح كل صورها من الحساب. وبهاي الأثناء هو شاف صورة إله بيوم الحفلة واتمنى أنه يرجع لهذا اليوم. وفجأة جويل يلقى نفسه رجع بالزمن العمر 15 سنة. وهنا أنيتا لما عرفت بالموضوع قررت أنه تترك حياتها للمستقبل وتلتزم بنصيحة أبوها، وأنه لازم كل إنسان يتعلم من خطأه. ولهنا تكون نهاية المسلسل.